تنفيذا لتوجيهة محافظ صلاح الدين الدكتور مهندس عمار جبر خليل، شرعت بلدية ناحية يثرب التابعة إلى قضاء بلد بحملة لرفع الأنقاض والنفايات من الساحات العامة والشوارع، فيما ثمن المواطنون توجيهة المحافظ الداعمة للارتقاء بالمستوى الخدمي. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الزميل عبد الجبار مهدي. تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر الجبوري وبلديات المحافظة، قامت بلدية ناحية يثرب وبالقيام بعمليات تنظيف وإزالة للتجاوزات، شملت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والمنتزهات فضلا عن الدوائر الحكومية، لتستمر جهود الكوادر العاملة ضمن حملة أطلق عليها يثرب أجمل. بعد اجتماع السيد المحافظ مع مدراء البلديات في ديوان محافظ صلاح الدين يوم 25/6/2019، شرعت بلدية يثرب بحملة تنظيف تستمر لمدة شهر من 1/7 ولغاية 1/8. هناك حملة لرفع الأنقاض والنفايات، وكذلك ستقوم بلدية يثرب بتشجير المداخل لناحية يثرب. تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل الجبوري المحترم بقيام كافة البلديات في محافظة صلاح الدين بحملة موسعة تشمل رفع النفايات والأنقاض وتسوية وتعديل الطرق وتعديل الساحات والاهتمام بجمالية البلديات، نحن بدورنا أشرفنا على هذه الحملة، كما نسبنا ووجهنا كافة الدوائر بمساعدة بلدية يثرب بجهودها وآلياتها الموجودة. ناحية يثرب تعرضت إلى هجمة شرسة من عصابات داعش الإرهابية وحطمت البنى التحتية بالكامل وبعض الدور السكنية، إنما يطلب إلى آليات. الحمد لله والشكر من السيد المحافظ، توجهت إلينا الآليات برفع الأنقاض وفتح الطرق ورفع السواتر. مواطنون أشادوا وثمنوا الأدوار الكبيرة التي تبذلها مديرية البلدية في يثرب، عادين الخطوة هذه مرحلة انطلاق جديدة نحو واقع أجمل وأكمل، تحقق طموحات المواطن في ضمان حقوق مواطنته بعد أن ذاق الويلات فترة داعش الإرهابي. طبعا هاي الآليات يوميا موجودة تشتغل، والعمال موجودين مع الآليات، راضين على البلدية، ما عندنا شيء احنا غير شيء هذا تابع للبلدية لازم ينفذونه. نشكر مدير بلديات صلاح الدين ونشكر محافظ صلاح الدين على هذه الحملة الوطنية، وما قصروا، جهودهم مشكورة، يعني ما قصروا نهائيا بالخدمة وتنظيف كافة الدوائر الخدمية. نشكر السيد المحافظ على هذا الجهود ومدير بلدية وأي واحد اشترك بهاي الشغلات الحملة، احنا نشكره ومرتاحين كمواطنين وعلى هذا التنظيف الزين الجيد، وبارك الله بهم وجزاهم الله خير الجزاء. ما كان لله ينمو، نص جسد الأعمال القائمة على قدم وساق لخدمة وتقديم ما يؤمل به كل من سكنة صلاح الدين، لتبقى الجهود من الجميع تسير بوتيرة متسارعة نحو إرجاع المحافظة إلى سابق رونقها. من ناحية يثرب، عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.